احنا مهتمين جدا ان احنا مشتركين في الدفات من اول ما اتعمل الدفات من حوالي 23 سنه او 22 سنه. ده الدفات ال 24 احنا في كل بقينا يعني مهتمين جدا. ده المطعم ده لازم نكون متواجدين فيه كساندوز وكنوفارتوس. الدفات حدث كبير جدا ويعتبر دلوقتي اكبر حدث في الصيدله او في الهيلث كير بروفيشنال على مستوى الميدل ايست. ف يعني احنا مهتمين جدا ان احنا موجودين فيه متواجدين فيه يعني.